أنا فاتني أن أقول لك عن احتفالية بسيطة ولكنها كبيرة في معناها عندي. عندما توجت في تنومة باسم ابن بلقب عندما توجت في تنومة بلقب ابن تنومة البار. شوف هذا الكلمة كبيرة في حد ذاتها في معناها. هذه جعلت عندي يعني قيمة كبيرة جدا في حياتي. وجدت انه انا اخذت يعني ما قدمت في هذا التكريم البسيط بكلمة ابن تنومة البار. عندما قدمت لي من اهالي تنومة في احتفالية كبيرة في تنومة، كانت هذه بالنسبة لي لا يمثلها فرح ولا يمثلها مال. اليوم انك تساهم في العطاء ليس مجرد انك تعلن اسمك وتفتخر، لا، هو احساس بالمسؤولية، احساس بالمسؤولية. والمسؤولية الاجتماعية اليوم هي اهم شيء واهم عامل من عوامل انه الواجب على رجل الاعمال انه يقدم شيء في مسؤولية اجتماعية لبلده.